اسمي أما براوت. وصلنا للعشرة وخمسة وثلاثين دقيقة، مازلنا مواصلين معكم حتى للحداش في الويكاند. باش نحكيو على الذكاء الاصطناعي اللي أصبحت حاجة أو من الحاجات المهمة في التطور والصناعة واللي مست جميع المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا، لكن في المقابل تم تحديد مجموعة من القوانين أو الفصول اللي تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي. واخدين نحكيو على الأخلاقيات. دونك تونس ما بين الدول اللي اقترحت قوانين لمنظمة اليونسكو، نحاولوا أن نعرفوا وناخذوا أكثر تفاصيل. معنا بالتليفون الدكتور مصطفى حمدي. مرحبا، صباح النور. صباح الورد، مرحبا بكم. شو أحوالك خويا؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يظل لي موضوع الذكاء الاصطناعي هو موضوع العصر، موضوع الوقت متاعنا متاع توا، لكن مرتبط بالاخلاقيات متاع الذكاء الاصطناعي اللي بعد تعيينكم في لجنه خبراء منظمه اليونسكو في موضوع اخلاقيه الذكاء الاصطناعي، اصبح من المفروض انه تكون فما قوانين تنظم المجال هذا. اي شكرا على الاستضافه، وشكرا خاصه على الموضوع اللي هو تحسيس على اخلاقيات واستعمال الذكاء الاصطناعي. اليوم احنا حتى في تونس معناتها التكنولوجيا هذه ما عادش غريبه علينا، ولات موجوده حتى ما نثقوش بها ولا ما نشوفوهاش مباشره، هي موجوده في اللوجيسيال مثلا يستعملوهم في عده تطبيقات، وهي تتغذى اساسا على المعلومات نتاعنا، وبالتالي لهنا فما تساؤلات كبيره حول المصير نتاع المعلومات هذيك، وحول زاد التصرف نتاع الخوارزميات. لكن قبل ما نبدا في هذا، من المهم جدا نذكروا اللي تونس كانت من الدول اللي برهنت للعالم كفاءتها في الذكاء الاصطناعي، وخاصه في الكوفيد واستعملت التقنيه هذه معناتها لتقديم العديد من الحلول. وقت كنت اتذكر وقتها دكتور حكينا في برشا مشاريع وقتها فكتيف ما واحنا من الناس اللي خدمنا فيها، وتو الحمد لله وصلنا عملنا شركه ناشئه مع استعمال الذكاء الاصطناعي في تعزيز القدرات البشريه، ومن هنا جاء مفهوم الذكاء المعزز اللي فيه يقعد فيه الانسان يستعمل الذكاء الاصطناعي فقط من اجل معناتها تطوير المهارات نتاعه لا غير. وهذه نقطة مهمة جدا في زادة في تحديد استعمال الذكاء الاصطناعي. نرجع لهنا للاستعمالات. توا ولات حتى في العالم وعندها مدة الحق يستعملوا فيها، مثلا باش نذكر زوز أمثلة لهنا اللي بالحق معناتها تطرح فيهم إشكالية أخلاقيات الذكاء الاصطناعي. مثلا الأول هو في الانتدابات، فما شركات كبيرة كما أمازون تنتدب عاملة خوارزميات لانتداب الموظفين بالسيديات، خاطر جوها عدد كبير برشا، ومن هنا الذكاء الاصطناعي يعاونها في عملية الفرز. من المنطلق هذا عملوا هما برنامج، والبرنامج هذا كما قلنا يتعلم يقرأ يعمل تريننج نتاعه على السيديات اللي جاوا قبل عند أمازون واللي خذاوهم يخدموا عندهم. اللي صار انه لاحظوا ان الخوارزميات هذه عندها ميل للذكور اكثر من الاناث، معناتها للرجال اكثر من النساء في اختيار الوظائف. علاش؟ على خاطر اتضح انه 80% اللي خدموا في امازون من قبل هما من الرجال لسبب او لاخر، معناتها ما كانش فيها يعني تمييز بطبيعة الحال، لكن الخوارزميات فهمت من القاعدة البيانات الموجودة اللي كونوا تم تمييز لصنف على اخر. أيوة، وهذا ما فيش عدل بيان سور بطبيعه، ومن هنا طرحت اشكاليات اخلاقيات الذكاء الاصطناعي، اللي هو الخوارزميات في نهايه المطاف ما قعدتش محايده حكم انها تتعامل مع قواعد معتبره ديجا موجوده. معناتها باش نلخصوا للناس دكتور، معناتها استعمال الذكاء الاصطناعي في شركه كبيره برشا معناتها خليتهم انهم يختاروا الذكور اكثر من الاناث في الانتدابات، وهذا معناتها حاجه ما تجيش، معناتها لازم فيها اخلاقيات. اي بطبيعه الحال بكل بساطه، لان الذكاء الاصطناعي هو استعملت قاعده بيانات قرات عليها ديجا موجوده، القاعده هذيك فيها موجوده، وفيها نسبه الانتدابات نتاع الرجال كانت اكثر من النساء، وهي تصرفت فهمت اللي كونها راهو ثم يجب ان يكون هناك تمييز لصنف على حافظ. من بعد ثم مثال اخر هما الشرائح اللي يتواصلوا مع الدماغ ياخذ معلومات، وبعد المعلومات ينجموا يستعملوها، مثلا هذه تكون بنفيك على الاخر في الصحه، في امعاء الزهايمر وغيرها بنفيك، معناتها
حاجة ممتازة جدا للبشرية، لكن في نفس الوقت تطرح تساؤلات المعلومات اللي ناخذوها ولا الأوامر اللي ترجع للدماغ هذيك، واللي هي يكون التريتمون تاعها بالاي اي زاد بالانتليجنس ارتيفيسيال، وثم زاد وعود باش تكون ستوكي على الكلاود الى اخره. شنو المصير نتاعها، شنو مصير زاد التفكير مع حرمه التفكير عند الانسان، كيفاش انت تعمل شريحه تتواصل مع الدماغ وتقرا النوايا نتاع الانسان وتنجم تحاسبه على النوايا. ايوا كانك تتحكم فيه لهنا في الافكار نتاعو دكتور ولا بطبيعه الحال. نعاودوا نتصلوا بالدكتور مصطفى حمدي ناخذوا منه اكثر تفاصيل، موضوع مهم برشا كيف نحكيه على اخلاقيات الذكاء الاصطناعي. كما كنتوا تسمعوا دونك زوز امثله منهم هم بدا النقاش في اليونسكو وقت نحكيه على موضوع انه اليوم النجم نتحكموا في الناس اذا يمرضوا بامراض كما الزهايمر، الشريحه اللي تتحط في عند الانسان ومن غادي يبدا يتحكم فيه في مجموعه من الافكار والسلوكيات اللي نجم يتعامل معها. وذكر المثال الاولاني انه في الانتدابات وقت يصير فما الذكاء الاصطناعي دونك كما قال هو دونك المعطيات اللي موجوده ديجا في الشركه هو اللي يتم الاخذ بها بعين الاعتبار في الذكاء الاصطناعي. ولهنا كما قلنا كنا نسمع دونك فما اختيار الذكور على الاناث، دونك زوج مواضيع مهمين برشا وقت نحكيو على اخلاقيات الذكاء الاصطناعي. نرجو لك دكتور مصطفى حمدي، مرحبا بك من جديد. مرحبا بك. مرحبا من جديد. دونك وصلنا للمثال انه الشريحه هذه نتاع ايلون ماسك اللي شريحه ولا نموذجاً حاجه نموذج هذه النموذج تنجم تكون واحدين اخرين. دونك من زادت طرحت الاشكاليه كما قلت لك، معناتها اللي في نهايه المطاف لازم كرامه الانسان تكون هي قبل كل شيء وحرمه التفكير نتاعه قبل كل شيء. ومن هنا وقع عن طريق معناتها ممثل كممثل وزاره التعليم العالي اقتراحي لتمثيل تونس في 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 اليونسكو معناتها بلوره قوانين ونصوص تحدد اخلاقيات الذكاء الاصطناعي. مشروع اليونسكو هو مشروع مهم جدا على خاطر يحدد في نهايه المطاف للبشريه انه استعمال الذكاء الاصطناعي لازم يكون فيه معناتها حاجه اضافيه تقدمها التكنولوجيا هذه للانسانيه، ويكون في حدود قوانين معينه، ويكون في حدود ما نوصلوش المعطيات الشخصيه ولا نتحكموا في الانسان. اي انقطع الصوت من جديد. دونك اليونسكو دونك قامت بتنظيم اقتراحات في صلب قوانين بالنسبه لعديد البلدان، ومن هنا تونس شاركت في ممثلها اللي هو سي مصطفى حمدي اللي كان معنا بالتليفون في لجنه خبراء منظمه اليونسكو في موضوع اخلاقيات الذكاء الاصطناعي. ومن هنا باش نحكيو على زوز قوانين دونك تم المصادقة عليه من طرف اليونسكو بالنسبة لتونس. من عرشك مازال معنا بالتليفون سي مصطفى حمدي، مرحبا يا سي مصطفى من جديد. مرحبا بك. مرحبا. دونك خلينا نحكيو بعجالة على زوز قوانين هذوما اللي تم تمريرهم ديجا. زوز قوانين هما القانون الأول اللي يخص أنه الشرائح هذه اللي تعمل في التواصل مع الدماغ لازمها تراعي كرامة الإنسان والحرمة التفكير، وهي ولقات الحق فتاة جيد ونأخذوه كنفس نموذجي في المفاوضات بحكم أنه جلب انتباه العديد من الدول. والنص الثاني هو أنه أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في نفس الوقت ما لازمش تكون تحد من البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي. بمعنى آخر مثلا نقوله أحنا بسبب اخلاقيات الذكاء الاصطناعي ما لازمناش نخرجوا المعطيات اللي نستحقوها بعد لتدريب الخوارزميات، وقتها الخوارزميات باش تكون الاداء نتاعها ماهوش جيد ضعيف ما هذا كان يسمنيش وانطلاقا من اخلاقيات الذكاء الاصطناعي انتهى بين الامر وقتها في مشكله نتاع اخلاقيات بما انه باش تحصلوا على خوارزميات ادائها ضعيف. دونك النص الثاني هو في دي ليبرتي اكاديميك لازمها تكون نراعوها في والبحث والتطوير لازمنا نعطوه الحق نتاعه في الوصول الى المعلومه، وهذه فرصه نستغلها معك في الراديو باش نقدرها على الوزارات المعنيه كيما وزاره التيك ولا وزاره الصحه انهم يعملوا كارت نتاع دون تاع تبرع بالمعطيات الشخصيه كما كنا عندنا مثلا عندنا كارت نتاع تبرع بالاعضاء، علاش لا في نزيدوا مونسيون انه نتبرعوا بالمعطيات الشخصيه مثلا الصور نتاع الراديو مثلا اللي باتمون كاردياك اللي في جي الى اخره، نجموا نحطوا معناتها مونسيون نتاع تبرع ونجموا يستعملوهم المخابر ولا حتى الشركات الناشئه في تطوير البرامج نتاعها.
واضح يا سيدي. دونك اللي هما معناتها مجموعة الدول المشاركة الكل اقترحت مواضيع، معناتها قوانين بلوتو. اي هما اقترحوا، هما اون فيت ثم نصوص اولى جابتهم اليونسكو، وبعد اعطت الفرصه للدول باش تزيد هي نصوص اخرى، واحنا كنا ما بين الدول اللي زادت نصوص. تخي بيان تخي بيان، يعطيك الصحة دكتور، بارك الله فيك، شكرا. شكرا لك دكتور عادي. مصطفى حمدي على التفاصيل هذه الكل. دونك دكتور مصطفى حمدي اللي هو موجود في لجنة خبراء منظمة اليونسكو في موضوع أخلاقية الذكاء الاصطناعي، نرجعوا له زاد الموضوع هذا خاطر يهمنا الناس الكل، الذكاء الاصطناعي سورتو انه اليوم شركات الناس في الريزو سوسيو وغيره قاعدين يعيشوا معانا معناتها كل يوم، دونك لازم فما أخلاقيات للذكاء الاصطناعي. راجعين معاكم شوي آخر هذا الويكاند، مرحبا.